بدأت مديرية الخدمات الفنية باللاذقية تنفيذ أعمال صيانة طريق عام سليم فا سلمى من خلال مد قميص إسفلتي بالمقاطع المخربة وتنظيف جوانب الطريق. نتابع هلا مشروع إعادة تأهيل طريق عام سليم فا سلمى. هيدا الطريق عبارة عن صيانة قميص زفتي مع تسوية جوانب، تنظيف الجوانب وترميم الطريق، عبارة عن قطاعات شوي طويلة على كامل عرض الطريق. عم تقوم بتنفيذه بإشراف من قبل الخدمات الفنية، تنفيذ الشركة العامة للطرق والجسور. قيمة العقد 24,992,000. المشروع عبارة عن مد طبقة أسفلتية بالمواقع المتضررة. الأجزاء بتتراوح من 100 متر لحد 500 متر.